نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلق وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين على أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله، وقد جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق. آمين آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، أوشك أن يبلغنا الرحمن سبحانه وتعالى هذا الفضل الجزيل بحلول هذا الشهر الكريم إن شاء الله تعالى، غدا أو بعد غد. فرصة تتجدد كل سنة كي لا يبقى لأحد من المكلفين على الله حجة، أيها الإخوة والأخوات، كي لا يبقى لأحد منا على الله تبارك وتعالى حجة. فرصة يقبل فيها المولى الجليل الرب الرحيم سبحانه وتعالى على عباده بالفيوضات والعطاءات والتنزلات والتجليات، فيشهد كل محجوب ويصل كل منقطع، ويعرف أيها الإخوة كل متردد طريق إلى الله تبارك وتعالى، محجة بينة، طريق إلى الله ومحجة بينة، من سلكها عارفا بحقها لا شك أنه يبلو منازل الرضوان. ومن هنا كان المحروم من حرم خير هذا الشهر، في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، وتعرفونه جميعا والله أعلم، حين رقي عليه الصلاة والسلام منبره، لما رقي الدرجة الأولى وقف قليلا وقال آمين أمن، وهكذا فعل في الثانية وفي الثالثة. فلما قضى خطبته ونزل سأله أصحابه: يا رسول الله، رأيناك اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل. فقال: نعم، لقد عرض لي جبريل عليه الصلاة والسلام عند درج هذا المنبر حين رقيت الأولى، قال لي: يا محمد، أبعده الله تعالى، قل آمين. قلت: آمين من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلن يدخلاه الجنة. عاق الوالدين والعياذ بالله، عاق الوالدين، من أدرك أبا حيا أو أما وهي حية أو كليهما فلم يدخل بهما الجنة، هذا والعياذ بالله داخل في دائرة اللعنة. مبعد، المبعد هو الملعون، والملعون هو المطرود المنبوذ، كما ينبذ الكلب أكرمكم الله، أو كما تنبذ النواة، بعيد من رحمة الله التي وسعت كل شيء. يا ويلة، كيف لم تتسع له، كيف لم تتسع له وقد وسعت لكل شيء، لأن ذنبه عظيم عظيم عظيم، إنه عقوق الوالدين والعياذ بالله. والرسول أمن على هذا. فلما رقيت الثانية نفس الشيء: من هو؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. الذي يتفضل عليه المولى الجليل سبحانه وتعالى بتبليغه رمضان ولا يغفر له، متى يغفر له؟ متى يغفر له؟ متى يصل؟ متى يتوب؟ متى يرق منه القلب؟ متى تشف منه الروح؟ متى تلطف منه النفس؟ متى تنفتح منه المغالق؟ مسامع البصر والأسماع أيها الإخوة والبصائر، متى؟ فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح مسامع قلوبنا لذكره في كل وقت وفي هذا الوقت على وجه الخصوص. ولما رقي الثالثة وسأله من هو، نفس المفاوضة والمراجعة، قال: من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأرضى الله
أنف من أراده ومن يريده بسوء. آمين الله. نسأل الله أن يرغم أنوفهم وأن يكس أعلامهم وأن يخيب آمالهم وأن يرهقهم ذلا. اللهم آمين. فإنه حبيبه وصفيه ومن نال منه وما عساه ينال فإن الله لا يتركه إن شاء الله. هو أفضل خلقه وأحب خلقه صاحب الشفاعة العظمى التي سيعلنون أيها الإخوة يوم القيامة في موقفها الأجل الأهيب ندمهم لكن ولا تحين مندم، وأسفهم ولا تحين أسف، وحسرتهم ولا تحين تحسر. أسفهم وندمهم وحسرتهم على أن لم يكونوا من الذين اتبعوه ونصروه وعزروه ووقروه. هذا معنى الشفاعة العظمى. ستكون شهادة من هؤلاء جميعا أنهم كانوا متهوكين وكانوا خائبين وكانوا خاسرين وكانوا ضالين. فاكفنا اللهم شرورهم، فإنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عليهم من الله ما يستحقون. لو ذكر عليه الصلاة والسلام عند مسلم واحد من أتباعه وأشياعه فلم يصلي عليه فهذا مبعد، هذا مطرود، هذا أبخل البخلاء الذي لا يصلي على نبيه. كيف لا تصلي عليه صلوات الله عليه وسلاماته وتشريفاته وتبريكاته ورحماته أبدا الآبدين؟ كيف لا تصلي عليه وبه أخرجك الله من الظلمات إلى النور؟ كيف لا تصلي عليه وهو وسيلتك إلى الله تبارك وهو شفيعك يوم القيامة وهو الذي لم تقر له عين؟ أيها الإخوة، حتى طمأنه ربه أننا سنرضيك في أمتك ولا نسرك وأنت لا تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فالمحروم من حرم في هذا الشهر، وفي هذا الشهر حرمانان أيها الإخوة، حرمان بركة هذا الشهر الكريم وحرمان بركة ليلة القدر. والنبي صرح أيضا أن المحروم من حرم خيرها. هناك من لا يحرم بركة رمضان في العموم، ولكنه يحرم بركة ليلة القدر لأنه لم يتهيأ لها، لم يتهيأ لها. أيها الإخوة، هذا الشهر الجليل، هذه الأيام التي نستقبلها والليالي التي ننتظرها تستحق حقا أيها الإخوة أن يشد لها الحزام، أن يأخذ الإنسان لها الأهبة. ولكي يكون هذا الشهر على ما رسمنا ووصفنا طريقا إلى المولى سبحانه وتعالى، لا بد أيها الإخوة من توبة تحل عقدة الإصرار. سئل أحد العارفين بالله عرفنا الله به ودلنا عليه دلالة الصادقين عن الطريق إلى الله تبارك وتعالى، عن معالم الطريق إلى الله تبارك وتعالى ما هي؟ فقال: توبة تحل الإصرار، أي تحل عقدة الإصرار. كانوا يقولون أيها الإخوة، وبعضهم جعل هذا حديثا ولا يصح حديثا، لا توبة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمعنى صحيح وليس بحديث صحيح، لكن المعنى صحيح، تؤيده نصوص كثيرة متضافرة. لا كبيرة مع الاستغفار صحيح، ولا صغيرة مع الإصرار. الصغائر تستحيل كبائر بالإصرار عليها، وبالذات في هذه الأوقات الكريمات أيها الأخوة والأخوات. فقال: الطريق إلى الله توبة تحل الإصرار أي عقدته، وخوف يذهب الغرور، ورجاء ينهض إلى الخيرات، ثم مراقبة الله في جميع الخطرات. اللهم اعزنا ذلك واسلك بنا هذه السبيل، انها طريق الله ايها الاخوه. توبه تحل الاصرار، خوف يذهب الغرور، لان المغرور لا يخاف الله، او عرف الله وخافه لما اغتر به، لما اغتر به لا يغتر به الا جاهل ايها الاخوه. هجام جريء جسور على محارم الله وحدوده والعياذ بالله. نعم. فلا بد من خوف يذهب الغرور، ولا بد من رجاء ينهض الى الخيرات، اي الى فعل الخيرات.
وأخيرا قال ثم مراقبة الله تبارك وتعالى في عليائه في جميع الخطرات، أي خواطر النفوس والقلوب لابد أن تراقب الله عند كل حديث نفس، عند كل هاجس، عند كل خاطر. هذه سماء العارفين بالله تبارك وتعالى، هذه سماء العارفين بالله تبارك وتعالى. وهناك وصف آخر أحلى وأجل من هذا لعارف آخر بالله تبارك وتعالى، قال إن العبد إذا آمن بالله تبارك وتعالى واستحكم إيمانه، إذا آمن بالله تبارك وتعالى، ليس كل إيمان مستحكم، هناك إيمان بلغة القرآن العظيم أيها الإخوة على حرف، هناك من يعبد الله على حرف، وهناك من يؤمن بالله على حرف، فإن أصابه ما يسوءه ارتد على عقبيه، نكص والعياذ بالله، كفر بوجه أو بآخر، والكفر دركات والعياذ بالله، والكفر دركات، فليست المسألة بالدعاوى، المسألة بالاختبار ليبلوكم، لابد من الابتلاء. قال إن العبد إذا آمن واستحكم إيمانه أورثه ذلك، هي هذا الاستحكام الإيمان القوي، مخافة الله تبارك وتعالى، في خوف، أستاذ في خوف. بعض الناس يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الخير أيها الإخوة، لكنه لا يخاف الله. لو عرض له طمع، لو عرض له طمع فإنه يغتاله والعياذ بالله، طمع في مال، في جاه، في منصب، لا يراه. الآن نسي الله، عند الطمع نسي الله. لو عرض له خوف فإنه ينسى الله أيضا. ماذا الإيمان؟ هكذا بعض الناس، ويبررون لأنفسهم، بعض الناس يبررون حتى الكبائر، كبائر الفواحش والعياذ بالله، يصلي وهو مصر على الفواحش ويبرر لنفسه. هذه الزندقة، قلنا غير مرة، هذه الزندقة حقا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا تبرير، أنت عبد أيها الإخوة، لا تأويل، لا فلسفة أمام أوامر الله، أمام نواهي الله تبارك وتعالى، أمام كلام الله. لا تبرير، لا تفلسف، لا لف ولا دوران، أنت عبد، والعبد عليه أن يكون سميعا مطيعا من غير مراجعة ومن غير مساءلة. لو كان هناك سيد، سيد من سادات البشر الأدميين، وكان له عبد خادم أيها الإخوة، عبد في خدمته، هل يليق وهل يصلح من هذا العبد أيها الإخوة أن يراجع سيده وأن يتأول أمر سيده؟ إذا قال له افعل فإنه لا يفعل، إذا قال له لا تفعل يفعل، ثم يقول أنا أظن وأنا أفهم بعقلي أنك أردت كذا وكذا، يسطو به لا محالة، إنه يسطو به لا محالة. بعض الناس يتأول حتى في ترك الصلاة، يترك الصلوات، يصلي حين يشتهي، حين يكون مرتاحا أيها الإخوة أو محتاجا إلى الله، يخدع الله وما يخدع إلا نفسه، يكون محتاجا إلى الله، يريد أن ينجح في شيء، يريد لأولاده شيئا، لنفسه شيئا، يدفع عن نفسه وعن أهله ضرا، يذهب يصلي المسكين. تخدع من أنت يا مسكين؟ تخدع من؟ ثم يقول لنفسه ما المراد بالصلاة؟ وما المقصود من الصلاة؟ إصلاح النفس، وأنا صالح الحمد لله تبارك وتعالى، أنا لا أضر أحدا، وأنا أبذل الندى والمعروف، أنا إنسان طيب صافٍ، ما حاجة الله بتعذيبي أن أقوم في أوقات الصبح وقد سهرت الليل بطولك، في ماذا؟ على الأفلام، وفي مجلس الغيبة والنميمة، وفي الكلام الفارغ، طبعاً، ولا بد أن يقوم له عذر عند الله، لأنه سهر الليل بطوله حتى الساعة الثالثة، ثم دخل الفجر وهو لا يستطيع أن ينهض إلى صلاة الفجر، الله ما حاجة بتعذيبي أن أقوم في هذه الساعة، لا، فأبقى نائماً، الله سيغفر لي، الله لن يؤاخذني لأنني إنسان صالح. لا، أنت إنسان زنديق، ليس بترك الصلاة، بهذه الفلسفة، هذه فلسفة الزنادقة. انتبه، ترك الصلاة معصية كبيرة جدا جدا، تكفر لا تكفر مسرح نظر بين العلماء، مسألة خلاف حتى بين الصحابة أنفسهم، والمسألة خطيرة جدا جدا، وليس مخاطرا بدينه كآمن، ولكن أنت بهذه الفلسفة قد تزندقت، أنت تبرر والعياذ بالله اختراف هذه الكبيرة الشنعاء الفحشاء، ترك الصلاة، وكأنك لم تقرأ قول الله لرسله بل لصفوة أنبيائه ورسله لأشرف خلقه ضرا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
محمد لم يكن في صفائك، محمد لم يكن في نظافتك، لذلك يحتاج العبادة، أما أنت فلا تحتاج العبادة. هل نظرت كيف تلعب بك إبليس؟ كيف تلعب بك هذه النفس الخبيثة؟ وهي أخبث أحيانا من 70 شيطانا والعياذ بالله منها. ويقول عيسى كما حكى عيساني وأوصاني، الله يوصي عيسى، عيسى من؟ الذي يحيي الموتى، عيسى الذي يحيي الموتى، يقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ويعلم تبارك وتعالى. وتأتي أنت تتفلسف، وهكذا في سائر الأمور عاد. قص على الصلاة سائر الأمور من المفروضات ومن المحرمات، لا تفلسف مع العبد تجاه الرب تبارك وتعالى. العبد أيها الإخوة وصفه، وصف العبودية يقتضي ويستلزم الطاعة المطلقة، ما أقصرها من طريق وما أصعبها، طريق واضحة لاحبة وواسعة أيضا لكنها صعبة، سبحان الله، صعبة على يسرها طبعا، لأنه لا يسير إلا ما يسر الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا سبيل عبادتك وذكرك وشكرك وحسن طاعتك أيها الأخوة. قال أولياء الله تبارك وتعالى من علامات التوفيق، من علامات التوفيق إذا كان العبد موفقا والله تبارك وتعالى ييسره لليسرى والتي هي أزكى وأتقى وأوقى وأرضى، ما الذي يحصل؟ من علامات التوفيق دخول الطاعة عليك من حيث لا تقصد، أنت لا تقصدها، تتيسر لك الطاعة بإذن الله تعالى، تتيسر لك الطاعة، يأتيك أحد الناس ويطلب إليك شيئا، مساعدة، دين، صدقة، تعطيه، أنت جالس في بيتك، يأتيك الخير إلى بيتك، لا تعتذر، هو ألجأه الله إليك، لا تعتذر حتى لا يلجئك يوما إلى أحد ألأم خلقه. قصاص، هذه الدنيا قصاص، ما أحسن من هذه الفرصة، تجلس في بيتك بين أهلك ويأتيك أحدهم ليحمل زادك إلى الآخرة. يقول مسعر بن قدام رضوان الله تعالى عليه، سأل أحدهم يوما بمحضره سفيان الثوري قدس الله سره الكريم شيئا، فلم يكن عنده ما يعطيه، وانصرف السائل وجعل سفيان يبكي، فقلت يا أبا سعيد يا إمام ما الذي يبكيك؟ قال كيف لا أبكي ورجل أمن عندي خيرا فلم يجد، كيف لا أبكي ورجل أمن عندي خيرا فلم يجد، جعل يبكي على ضياع هذه الفرصة. ونحن أيها الإخوة بالعكس نتفلت ونضيع هذه الفرص بالاعتذار بالمعاذير وبالكذب والعياذ بالله، حتى حقوق الله تبارك وتعالى نضيعها بالأكاذيب والفلسفات. الزكوات، من من المسلمين يخرج زكاته كما أمر الله ورسل؟ أيضا بعض أصحاب الفلسفات الزنديقة أيها الإخوة يكذب ويخادع ربه وما يخدع إلا نفسه، يقول صحيح أنا لا آتي كل سنة في موسم معين في يوم معين وأحسب وأخرج كل ما علي من زكاة، لكن بحمد الله أنا أتصدق، أنا كفير صدقة. هو كذاب، وهو يعلم أن كل صدقاته لا تساوي خمس زكاته، ويريد أن يتهرب ويضحك. أنت لا تضحك على الله، تضحك على نفسك يا مسكين، وستصطدم بهذه العاقبة عما قليل، يوم تروعك هجمات قالوا احذر احذر يا من لم تمسك الغفلة، من لم تقص قلبه الغفلة، احذر أربع غارات، غارات مثل غزوات تأتيك فجأة، غارة الموت على نفسك، يأتي غارة لا يفرق بين شاب بين كبير بين صغير بين ذكر بين أنثى، غارة الموت على نفسك، وغارة الورثة على مالك، سيترك الورثة، أيكم مال وارثه أحب إليه من مال؟ قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال والده. لماذا؟ يرثني أبنائي وبناتي وأقاربي، لا أحب، بالعكس أحب أن أتمتع أنا بمالي. مالك ما قدمت، ما تصدقت به، ما جعلته في الحق، ومال والدك ما أخرت، كل ما تتركه هو مال الوالد، تجمع وتجمع وتجمع وتجمع. قبل أيام سمعت عن أحدهم مات وكان يعيش عيشة المهانين الأذلاء الفقراء، يعيش في بيت أيها الإخوة مع بضعة رجال، مع بضعة رجال في غرفة واحدة
والكل يحسب أنه فقير مهدهل الثياب زدي الحالة سيء المنظر. ولما مات وجدوا أيها الإخوة في حسابه، الدولة هنا تطلع عن حسابه، وجدوا في حسابه سواء 150 ألف يورو. خلاص تركتها الورقة إذا كان له ورقة، لا أنت حتى استخدمتها فيما يعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة، والآن تتحمل وزرها وستسأل عنها يا مسكين. هذا كل واحد منا ممكن أن يصدم بهذا المصير. انتبهوا، لست استثناء، لا يوجد فينا أحد مستثنى. قال: وغارت الورثة على مالك، وغارت الدود على بدنك في قبرك. هذا البدن الذي تهتم به بعض الناس، يخف أمام المرأة الساعة والساعتين كأنه عروس ليلة جلوتها أو زفافها كما يقال. رجل شاب ساعة ساعتين أمام المرأة لا يترك شعيرة أيها الإخوة إلا نتفها، ويستخدم الدهون والمساحيق. يا أخي اهتم بروحك، استثمر في روحك، في نفسك، ليس في هذا البدن الذي سيكون أكلة الدود. وغارت الدود على بدنك في قبرك، وغارت الأخصام أي الخصماء، وغارت الأخصام يوم القيامة على حسناتك. انتبه، كل من كذبت عليه، كل من غششته، كل من خدعته، كل من سخرت منه، كل من همزته، كل من لمسته، كل من ظلمته، كل من اجتبته، كل من نممت عليه، كل هؤلاء سيحكمون في مالك يوم القيامة. كل من آذيته ولو بنظرة تخويف سيتحكم في حسناتك. عفوا، قلت في مالك، لا مالك، في حسناتك. وهذه غارة أيضا، آخر غارات يوم القيامة. فظن أنك نجوت، ربما يأتيك 100 أو 10 من الرجال، أو 1000 أو 10,000، لا ندري حسب المظلوميات كم الذين ظلمتهم. أحسن شيء أيها الإخوة، أحسن شيء بعد أداء حقوق الله أن تتخلص من حقوق الله. إياك إياك. بعض الناس أيها الإخوة يأتي يحاقد غيره ويطالب بحقه وزيادة، أحيانا يستوعب حقه مضاعفا ويظن أنها شطارة وفهلوة. أنا أقول هنيئا للآخر، هنيئا للآخر، أحسن أن أكون مظلوما من أن أكون ظالما، أحسن أن أكون أيها الإخوة بالناقص لأن أكون بالزائد في الظلم. بالعكس، في يوم قيامة، في يوم حساب عسير جدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالوا: علامة العارف بالله تبارك وتعالى القيام بحقوق الله والتخلص من تبعات الله. هذا هو العارف، لابد القيام بحقوق الله والتخلص من تبعات العباد. اللهم لا تجعل لأحد علينا تبعا ولا له علينا حقا. اللهم أمين، واغننا بحلالك عن حرامك. هكذا فالأمر جد والأمر خطير، الأمر جد والأمر خطير، وعلى الإنسان أن يراجع نفسه كل حين وكل ساعة. وكما قلنا، هذه فرصة، هذه فرصة تتكرر كل سنة، وبحمد الله تبارك وتعالى. لو كانت لا تتكرر أيها الإخوة وكانت مفردة يتيمة كالحج، والله لحق لنا أن تعظم حسرتنا وأن يطول حزننا، لأنها مرة واحدة. لكن بحمد الله هي كل سنة، وفرصة ممتدة طويلة، 30 ليلة و30 يوما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفجأنا منه فجاءة خير يوم القيامة، على غير ما نحتسب، فنجد أن صومنا وصلاتنا وقراءتنا وذكرنا وتعبنا في هذا الشهر قد شفع لنا في كل ما فعلنا. نسأل الله، أحيانا نتأمل هكذا في رحمة الله، لا ندري، هو رب رحيم. لكن كما قلنا، أهم شيء أن نبتعد عن ظلم الناس. كن كيف شئت فإن الله ذو كرم، وما عليك إذا ما أذنبت من بأسي إلا 2 فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. هذا شاعر حكيم، هذا شاعر موحد حكيم. إذا الإنسان ترك الشرك وترك ظلم الناس، إن شاء الله هو في سعة وفي فسحة من أمره بين يدي الله تبارك وتعالى. إلا الظلم، بعض الناس لا صلي ويصوم، لكن سبحان الله لا يتورع عن ظلم الناس، سيء الملكة، سيء الخلق مع الناس،
من أحسن أيها الإخوة ما يتخلق به المرء وما يتزود به الآخرة المعاملة الطيبة لجميع خلق الله. وهذه صفة النبيين، هذه صفة المرسلين، وصفة أولياء الله العارفين، الخلق الراقي، الأدب، اللطف، الرحمة مع وبكل خلق الله تبارك وتعالى. نسأل الله يبلغنا ذلك ويوفر حظنا منه. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة. إذن هي كما قلنا طريق إلى الله تبارك وتعالى، طريق إلى الله تبارك وتعالى. الإمام علي كرم الله وجهه وعليه سلام الله يقول: ست خصال من أصابها لم يدع للجنة مطلبا ولا من النار مهربا. يعني يأخذ بكل طرق الجنة إن شاء الله تعالى، ويهرب من كل سبل النار. ستة أشياء ما هي؟ قال: من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه. من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الآخرة فطلبها، وعرف الدنيا فرفضها. ست خصال، كلام جامع مانع أيها الأخوة، كلام جامع ومانع. من يتمثل بهذه الخصال الست تقدم أيها الأخوة، بارك الله فيكم وأوسع عليكم وأفسح لإخوانكم، جزاكم الله خيرا. ست خصال. وقال عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدثنا وهيب، يعني ابن الورد قدس الله سره الكريم، قال: حدثنا وهيب قال: بلغنا أنه ما جلس قوم في ملأ أو مجلس إلا كان أولاهم بالله تبارك وتعالى الذي يفتتح بالخير حتى يفيضوا فيه. أيضا هذا خلق، علينا أن ننمي هذه الأخلاق الآن بالذات في شهر رمضان. لماذا؟ لأن النفس الشهوان أيها الإخوة تكون مكسورة ومقموعة، تخمد قواها، أو المفروض أن يكون هكذا، تخمد قوى هذه النفس طبعا بالجوع أيها الإخوة، بالسهر والقراءة والقيام والصلاة، الجوع والعطش والسهر، بقراءة القرآن، بسماع المواعظ المرطبة للقلوب الملينة لها المذهبة لقسوتها. المهم، فقال: إلا كان أولاهم بالله تبارك وتعالى من يفتتح بالخير حتى يفيضوا فيه. فلنتعلم هذا الخلق، إذا جلسنا اثنين أو ثلاثة لا تدع فرصة أن يخوضوا في أحد من الدنيا والكلام استفساف، بالعكس افتح موضوعا، أعرف رجلا رحمة الله عليه أوسع رحمته والله، هذا الرجل لا أذكره رحمة الله عليه، وكان شيخا في سن والدي أو أكبر قليلا، وكان من أهل الدين، وأصاب حظا من العلم الشرعي، ليس من الحظ الكبير، لكن سبحان الله لا أذكره، وأعتقد كل من عرفه لا يذكره إلا ذكر هذه الخصلة، وكلما ذكرتها ترحمت عليه، وهو أهل للرحمة إن شاء الله تعالى. لا يجلس مجلسا إلا يحيله مجلس علم ومذاكرة مع أهله، مع أرحامه، مع الناس الأجانب. قلت: ما أحسن هذه الخصلة، فعلا هذا رجل ملائكي يحيل المجالس دائما إلى حلقات ملائكية، لأنها مجالس ذكر وعلم، يجلس قليلا في زيارة سواء كان زائرا أو مزورا في مسجد في أي مكان، فإن آنس فرصة مباشرة طرح سؤالا، وأحيانا يكون يعرف هو الجواب، يعرفه جيدا حتى يخوض الناس في الخير ويتعلم. حبب إليه هذا الشيء، كلما ذكرت هذه الخصلة، لأنني لم أجلس معه مرة من الدهر إلا وفعل هذا رضي الله عنه وارضاه. أخلاق طيبة أيها الأخوة. أحيانا أقول لنفسي: على المرء أن يسأل نفسه، وأنا أولكم، هل أستطيع أن أعود على خصلة طيبة حقيقية لله تبارك وتعالى في نفسي؟ لابد أن يكون للمسلم أيها الأخوة خصلة من خصال الخير، يعرض بشيء معين. يعني بعض الناس قد لا يكون كثير العبادة، قد لا يكون واسع العلم، لكنه باسط اليد مثلا، معروف بالكرم، كريم جدا، شهم، معطاء، صاحب ندى وجود، لا يرد سائلا، شيء عظيم جدا جدا، وهذا الخصلة قد تبلغ به أعلى المنازل إن شاء الله تعالى. بعض الناس قد لا يكون كريما، وقد يكون فقيرا، ليس عنده ما يتكرم به، لكنه يكون أيها الإخوة صافي السريرة،
سليم النفس، سليم الصدر، متسامح، لا يحتمل حقدا ولا أذية على أحد، يتسامح. هذه خصلة طيبة جدا جدا. وبعض فاسأل نفسك ما هي الخصلة. قبل أيام حدثني أحد الأخوة الطيبين من أصحاب الخير أيضا والندى، وعجبتها، قلت سبحان الله، هذه أمة خير، هذه أمة فعلا خير، أمة عظيمة، وإن شاء الله لا تخلو من الخيرين، وهم كثر بفضل الله تبارك وتعالى. لم أكن أعرف ولا أتوقع هذه الخصلة. قال أتينا إلى هذه البلدة مهاجرين مطرودين بسبب الدين، أن يقولوا ربنا الله، وتحسب هذه في موازين إن شاء الله تعالى. قال وأصابتنا المصائب من كل ناحية، في أولادنا، في بيتنا، في صحتنا. قال فقلت لزوجتي انظروا غير أوقف، أوقف، لأن في خصال، في رصيد يستطيع أن يعتمد عليه بعد الله. يا أم فلان، لما لا نفعل كأولئك الصالحين الثلاثة، فنتوسل الله بصالح ما عملنا. لابد أن يكون لك ولابد أن يكون لي عمل صالح قصدنا به وجه الله يوما. هنيئا والله لقد جد في عيني، جد وعظم وكبر في عيني. قال وفعلنا هذا وانقلب كل شيء الحمد لله إلى رخاونا. رجال، في رجال، رجال الله تبارك وتعالى، مش إنسان أمره يكون والعياذ بالله تخليطا، يكون تخليطا وتشويشا وتشويبا، حتى إن قدح كما يقال زناد فكره ومنخول رأيه وذاكرته، لم يجد شيئا يتوسل به إلى الله من عمله. ما هذا؟ أين قضيت حياتك؟ كيف تقضي أوقاتك؟ فلا يذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنن بالنعمتين بل اجهدي، فمن هجر اللذات نال الملا، ومن أكب على اللذات عض على اليد. فلا يذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنن بالنعمتين بل اجهدي. وهما النعمتان أيها الإخوة المغبون فيهما كثير من الناس، كما قال النبي على ما في الصحيح صلى الله عليه وسلم، الصحة والفراغ. أين ذهبت أيام العافية والصحة والشباب والقوة والعيب وشدة الأسر؟ في المعصية وفي التخليط يا مسكين، وجاءت الشيخوخة والتعب. أين ذهبت؟ أين ذهبت نفائس الأوقات؟ أين ذهبت أوقاتك في الليل والنهار؟ أين ضيعتها؟ والآن لا شيء عندك، لا نصيب. ذهبت في اقتراص الشهوات، في ركوب مراكب اللذات والمخالفات والمعاصي الكبيرات والصغيرات والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ولا تغبنن بالنعمتين بل اجهدي، فمن هجر اللذات نال المنع، ومن أكب على اللذات عض على اليد. سيأتيه يوم يعض على أصابعه، يعض على يديه ندم، لكن ولا تحين مندم. هكذا الأوقات أيها الأخوة، الأوقات. اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر شبابك قبل وفراغك قبل شغلك. نقول للشباب العزاب، لا تضيعوا الوقت في الهواجس والوساوس والأحلام. أنت شاب متفرغ وعزب، اغتنم وقتك في العلم، اغتنم وقتك في الإنجاز، وسيأتي وقت للشهوات بما أباح الله تبارك وتعالى. سيأتي وقت تزوج فيه إن شاء الله وتصيب حظك، لكن الآن هو المسكين في صراع مستمر، وهو يعلم إن شاء الله تعالى إن كان تقيا برا أنه لا يريد لنفسه ولا يحب أن يقع في الكبائر. إذا اترك سبيلها من الآن. لماذا تعرض نفسك للفتنة؟ وفتنتم أنفسكم، لماذا تفتن نفسك؟ لماذا تفتن نفسك ثم تقول لا أستطيع؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقاله إياك أن تبتل بالماء. مستحيل. لا تقترب من البنزين. واغتنم الوقت في الإنجاز، في العمل، في الحفظ، في الذكر، وسيأتي وقت الندى إن شاء الله تعالى. أنت في نعمة، صحيح هي باعتبار آخر أيضا امتحان وابتلاء، ونسأل الله التثبيت لهؤلاء العزاب فالعازف فرشه من النار، لكن باعتبار آخر أنت في نعمة كبرى لا يجدها المزوجون الذين عندهم خمسة وستة وسبعة من الأولاد، يسعون عليهم ليلا نهار ويدعبون في تأديبهم وفي أمرهم ونهيهم ومراقبتهم ومتابعتهم. شغل
شغل يستغرق أيها الإخوة ويستغرق الأوقات أيضا، وهكذا وعن عمره أيضا. نعود إلى ما قلنا فيه، قال إلا كان أولاهم بالله تبارك وتعالى من يفتتح بالخير حتى يفيضوا فيه. وما جلس قوم في مجلس أو اجتمعوا في ملأ إلا كان أبعدهم من الله تبارك وتعالى. فاحذر يا أخي واحذري يا أختي أن تكون ذاك الرجل وأن تكوني تلك الأمة، تلك المرأة، تلك المرأة. من هو الذي يفتتح بالشر حتى يخوض فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. بعض الناس كذا عطال بطال كما يقال، إذا جلس يبدأ والعياذ بالله في أشياء إن لم تكن فيما حرم الله من غيبة ونميمة وسخرية وكلام فارغ تكون في لهو، تكون في لهو لا قائل من ورائه لا جدوى منه، ثم يتأدى بهم هذا اللهو أيها الإخوة وإن كان مباحا إلى ماذا؟ إلى الباطل، بل إلى الأباطيل، إلى ما حرم الله. لا، إياك أن تكون هذا الرجل، إياك كن الرجل الأول. فلنتعود هذه الأخلاق في هذا الشهر الكريم إن شاء الله تعالى. لماذا؟ فرصة، فرصة إن شاء الله، مغانمة الأوقات، مغانمة الساعات، بل مغانمة الدقائق إن شاء الله تعالى. يقول عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله ابن ما ندمت على شيء قط، ندمي على يوم طلعت علي شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. قال هذا النبي تعظم حسرتي ويكبر ندمي عليك، لكن هل ترونه فعل؟ أنا أشك، أشك أن ابن مسعود وهؤلاء الأصحاب الذروة الأجلاء غابت عليهم شمس يوم لم يزدادوا فيه خيرا. أشك لكن هذا التواضع وهضيمة النفس، إنه التواضع وهضيمة النفس. قال إذا إذا لم أقتبس في يومي، إذا لم أقتبس هدى في يوم ولم أزدد علما أو قال لم أستفد علما، فما ذاك من عمري؟ هذا ليس من عمري، بالعكس هو من عمري لكن بحساب الناقص وليس بحساب الزيادة، وليس بحساب الزيادة. إلى الله أشكو لؤم نفس شحيحة على الخير قد أعيا فؤادي عذابي. إذا منعتها شهوة، إذا سألتني شهوة قد منعتها، إذا سألتني شهوة قد منعتها، أي منعتها إياها، أدامت سؤلها واستمر لجاجها، وإن سمتها خيرا تفوز بنفعه غدا نفرت مني ودام انزعاجها، ودام انزعاجها. نشكو الله أمثال هذه، سبحان الله. لذلك نعود عودا على بدء أيها الإخوة على كلمة العارف الكبير، قال من علامات التوفيق دخول الخير عليك من حيث لا تقصد، لا تقصد. تكون جالسا في المسجد الآن بعد الصلاة، يأتيك أحدهم يقول يا أخي إن فلانا عريل بالمستشفى، هل لنا بزيارته؟ يا حي هلا، ما دام عندك فضلا وقت اذهب يا اخي، خير كثير. الامام علي عليه السلام يقول اذا ذهب المسلم يعود اخاه لا يزال يتخوض في الرحمه حتى يشفي. رحمه تتخوض فيها كانك تسبح في ماء من الرحمه، هذا من علامات توفيق الله. اخر يذهب الى مقهى يدخن السجائر ويغتاب الناس من علامات الخذلان في نفس الساعه. الحمد لله، الله يسترك لهذا وخذله فأسلمه إلى نفسه وشهواته والعياذ بالله. قال من حيث لا تقصد، وإباء المعاصي وأنت تطلب، تكون بدك المعصية ولا تتيسر لك، من علامات توفيق الله يحبك. إن الله إذا أحب عبده حماه عن المعصية كما يحمي أحدكم حميمه، النبي يقول عليه الصلاة والسلام حماه كما يحمي أحدكم حميمه، أي حبيبه. أنت تحب ابنك الصغير وتحميه عما يضره على مواصف الطبيب، كذلك الله تبارك وتعالى تريد الشيء وهو يعلم أنه معصية وأنت تعلم أنه معصية ولا يتيسر لك بحمد الله تعالى، وأنت بآخر تدرك أن هذا من فضل الله عليك، هذا ليس بفهلوتك ولا بشطرتك، هذا من توفيق الله. نسأل الله أن يديم التوفيق عليك وعلى أحبابك، اللهم آمين، وأن يجعلنا منهم. ومن علامات الخذلان والعياذ بالله، هذا مسبار آخر عارف.
معاكس، ومن علامات الخذلان أي ما يخذله الله تبارك وتعالى والعياذ بالله سبحانه، من علامات الخذلان دخول المعصية عليك وأنت منها تهرب. أنت لا تريدها لكن تدخل المعصية وتفعلها لأنك مخذول، قد خذلك الله، الله أعلم لماذا، لغرور ركبك، لعجب استقر في نفسك، لي لا نعرف. لا بد أن تراجع نفسك دائما، لا بد وتتساءل من أين أتيت، ما هو السبب في هذا الخذلان الذي تمادى بي دخول المعصية عليك وأنت منها تهرب، وإباء الطاعة وأنت لها طالب، تريد ولا تستطيع، تنام على نية أن تقوم بالليل لا تستطيع حتى صلاة الفجر تذهب، لا قيام ليل ولا صبح، الله أكبر، ما هذا الخذلان يعني. صحيح أن الله لن يسألك، ليس في النوم تفريط كما في الحديث الصحيح، إنما التفريط في اليقظة، لكن أنت تعلم أنه من علامات الخذلان. لم يتيسر لي أن أقوم وأنام وأن أسبح وأذكر مع الملائكة والذاكرين وأن ألتحق بهذا الركب من المسعودين المبرورين، لأنني مخذول، مخذول والعياذ بالله تبارك وتعالى. لابد أن تسأل من أين أتيت، ما هو السبب، ما هو السبب. فلنعد أيها الإخوة ولنختم كما قلنا بالعبارة الرائعة للعارف الثاني، قال: إذا آمن العبد واستحكم الإيمان، استحكم إيمانه، أورثه ذلك الخوف، الخوف من جليل لا إله إلا هو. فإن سكن الخوف القلب، احفظوا هذه المقامات، فإن سكن الخوف القلب استحال إلى هيبة، هيبة الجليل لا إله إلا هو، هيبة حقيقية. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مستحيل، أسجن، أقطع، أموت ولا أرتكب معصية الله. من أين هذا؟ من هيبة الله. مش تبيع دينك بخمسين يورو، بألف يورو، تبيع الدين بنسى كل شيء، أمام ألف يورو وبيحلم أيمان كاذبة، الله أكبر يا أخي، ويكذب ويزور، مش ممكن، أو أمام أي شهوة بسيطة جدا جدا، شهوة نساء، شهوة كذا، ينسى نفسه، ما هذا؟ يبدو هكذا وهكذا، فإن كان وحده راكب المعصية، إذا هذا يعبد الناس، لا يعبد الله تبارك وتعالى، ألا يرحم الله عز وجل؟ طبعا. نعم. قال هذا العارف كما قلنا أيها الإخوة، فتكون الهيبة، فإن سكنت الهيبة القلب أدام العبد الطاعة، خلاص يصبح من عباد الله المطوعين، طاعة في طاعة بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأنه يهاب أن يخالف من؟ السيد الجليل لا إله إلا هو، الواحد الأحد. كيف أخرج عن أمري؟ هو يحفظ مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، كل الحذر، الحذر كله لا يستطيع، يهاب كما قلنا مرة، كما يهاب ابن هاوي الثعلب الأسد، إذا رآه يرتعد، كذلك المؤمن أمام أمر الله يرتعد، مش يتردد ويتفلسف ويبدأ يستفتي، يستفتي زيدا وعمرا ويريد فتوى، وهو يعلم أنه يستفتي فيما حرم الله بالنص الصريح. لماذا الاستفتاء؟ واضح أنه محرم، اترك هيبة، ما في هيبة أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الخوف غير موجود، الخوف مفقود. لماذا؟ لأن الإيمان غير مستحكم، لابد أن يستحكم الإيمان، فيكون الخوف يورث الهيبة، الهيبة تستلزم دوام الطاعة، فإن أطاع العبد ربه على الدوام طاعة طاعة طاعة، ماذا يورث هذا؟ الرجاء، الآن يترجى، لكن أن ترجو رحمة الله مع معصيته، هذا اسمه يا أحبابي الغرور. ما غرك بربك الكريم، ما أقل حياء من طلب جنتي بمعصيتي، تعصيني ثم تطلب جنتي. بعض الناس يا أحبابي صدقوني، ربما نحن منهم، نسأل الله أن يعافينا وأن يشفينا، بعض الناس يظن أن الله له علاقة خاصة به هكذا. لماذا؟ هناك نسب، النبي علمنا أنه ليس بين الرب وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى، ما في نسب يا أخي، أنت لست ابنا ولا ابن عم ولا قريبا لله يا أخي، نسب ماذا؟ أنت خلق صنع يديه لا إله إلا هو، عبد المقهور بأمره تبارك وتعالى، الخاضع لربوبيته، المأسور في قبضته. لا، هو يظن هكذا، يعصي الله، يقصر في الطاعات، وهو على يقين أنه يوم القيامة ناج وله الدرجات العلى في الجنة،
نقول له أنت واهم ومخطئ تماما، لأن الله عز وجل لو كنت تفقه عنه كلامه قال ولكل درجات مما عملوا. كيف أنت تكتسح الدرجات هكذا؟ ما فيها غير موجودة في المنطق الإلهي. درجاتك في الجنة بحسب ما عملت يا أخي يا أختي، فانظر إلى أعمالك، ماذا عملت؟ أين هو عملك؟ صح؟ كيف تضيع منك الأوقات؟ في ماذا؟ أين الطاعة؟ فيوم القيامة درجاتك في الجنة بحسب ما عملت، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين مرفوعا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفسرت هذه العبارة بمعنى وفق ما عمل، وهذا تفسير راجح لقوله ولكل درجات مما عملوا بحسب ما عمل. فخلي عنك، انفض عنك ثوب الكسل والعجز، عجز الرأي، وخلي عنك هذه الأوهام أن الله ينجيك ويرفع درجاتك ويحشرك مع محمد، وتسأل الله ذلك أنت أن تحشر معه وأن تكون معه في درجته. مستحيل يا أخي، أين العمل؟ مما عملوا. لابد أن تكون رجل عمل، عبد عمل، لا عبد أماني، فإن الأماني هي بضاعة النوكة وهي رؤوس أموال المفاليس كما قال القديم. نعود إلى ما قلنا فيه المدخل. إذن بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الرجاء، يأتي الرجاء. طبعا الرجاء هو سبيل ماذا؟ الطاعة. في طاعة في رجاء في رحمة الله، صح؟ في طاعة في رجاء في رحمة الله. فإذا سكن الرجاء القلب أورث ماذا؟ المحبة. إذا سكن الرجاء القلب أورث العبد محبة الرب تبارك وتعالى. فإذا استقرت المحبة في القلب أورثت ماذا؟ الشوق إلى الرب الجليل لا إله إلا هو. محبة بعدها يأتي شوق. طبعا أنت لا تشتاق إلى من تبغض، صحيح؟ وأنت لا تشتاق إلى من لا تستشعر الحب إزاءه، أنت تشتاق إلى من تحب حبا شديدا، صحيح؟ خياله في ناظريك، ذكره في فمك، وهو آخر شيء عند إيه؟ عند النوم، وأول شيء عند الهبوب، تحبه جدا. هذا يأتي بعد المحبة الشوق. محبة شوق، يصبح شوق. حدثني أحد إخوانكم وإخواني هنا والله، سبحان الله، أنا أحيانا أسأل ربي شفاعة هؤلاء الصالحين، وله الحمد والمنة على أن جعل بين ظهرانين أمثال هؤلاء الصالحين أصحاب هذه الأرواح اللطيفة. قال لي يا أخي تمر بي أوقات كثيرة أشعر أنني أكاد أموت من البكاء. قلت لماذا؟ قال شوقا يا رب. وأخاطب أقول له ربي أنا مشتاق إليك جدا، ولو تأخذ نفسي الآن أنا أحبها. وهو سعيد جدا مع امرأة صالحة وأولاد مبرورين، لكن شوقه لله الذي جاء بعد أي بعد المحبة، في حب حقيقي، في عبادة وفي خير، في عمل، في نشاط، في طاعة الله، شوق. قال أبكي في الليل حتى ينقطع نفسي، تكاد تذهب روحي شوقا إليه. والله قف شعر بدني. قلت هنيئا لك يا بلغ الله هذه المنازل، منازل رفيعة عظيمة. مش يخضي الليل شوقا إلى المعاصي، ندما على معاصي لم يتمكن منها يندم عليها، يندم أنه لم يتمكن. لا إله إلا الله، هكذا يلعب بنا الشيطان لعنة الله تعالى عليه. الشوق إذن بعد إيه؟ المحبة. قال فإن سكن الشوق القلب ماذا يأتي بعد الشوق؟ الله أكبر، الطمأنينة، عفوا الأنس. إن سكن الشوق القلب أتى بعده الأنس بالله تبارك. فإن أنس العبد بربه، إيش علامة الأنس أو علامة الأنس؟ أيها الاستيحاش مما سوى الله، يستوحي سبحانه، يغدو ينتظر ساعات الليل على أحر من جوف حتى تذهب زوجته تنام، أولاده يرقدون أيها الإخوة، ويختلي بربه لا إله. قال يا داود إن لي عبادا أحبهم ويحبون، وأذكرهم ويذكروني، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي. فإن تقيلت طريقهم وسرت في سبيلهم أحببتك وقربتك وأدنوتك، وإلا قالوتك وأبعدتك. قال دلني عليهم، فذكر صفتهم في حديث طويل إلى أن قال ويحنون إلي كما تحن الطير إلى أوكاله. في أنس، لأنه يأنس، يجد أنسه وراحته وقرة عينه، روحه وريحان نفسه بالله ومع الله لا إله إلا هو. قال فإذا جنهم الليل واختلط بهم الظلام
وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا ونصبوا إلي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي، فبين متأوه وباك وبين صارخ وشاك، بعيني ما يجدون في سبيلي وبسمعي ما يلقون في حبي. أتدري ماذا أعطيهم؟ الحديث. وهو حديث طويل وعجيب جدا وجميل. هذا الأنس، الأنس جاء بعد الشوق، شوق بعد المحبة، محبة فشوق فأنس. فإذا سكن الأنس قلب العبد المؤمن اطمأنت النفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة لا تكاد أيها الإخوة لا تكاد تأمر صاحبها إلا بالخير، لا تستريح إلا إلى الخير، لا تنفر إلا من المعصية، تقدرها تقدرها تتقزز منها تشمئز منها. يا أيتها النفس المطمئنة نسأل الله يطمئن أرواحنا لعبادتي ومحبتي والأنس بي وشوقي. قال الطمأنينة، فإذا اطمأن العبد إلى الله تبارك وتعالى كان في سرور وحبور وروح وريحان ونعيم مقيم ليله ونهاره وسره وعلانيته. اللهم بلغنا ذلك واعطنا ذلك بفضلك ومنك، فإنه لا يستطاع إلا بك. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، في هذه الساعة المباركة، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، وأذهبت همه وغمه وحزنه يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، ويسر لنا الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم ارض عنا وارضنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفر حظنا وأن تعظم قسمنا من كل خير تنزله، ومن كل بر تنشره، ومن كل عمل صالح تيسره. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تجعلنا فيه من أعظم عبادك حظا ونصيبا من طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فيه من المبرورين، واجعلنا فيه من المسؤولين، واجعلنا فيه من المرحومين، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من عتقائك من نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وصديقنا ومشائخنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلم وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكن له خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزده واسألوه من أفضل يرحمكم وقوموا إلى صلاتكم لرحمه ورحمه.